تبع حزب الاتحاد الديمقراطي فاد في ناحيه البسبيه بمناسبه مرور 18 عاما على استشهاد رفيقه شيلان ورفيقاتها ورفاقها الاربعه وفي شخصهم. نستذكر جميع شهداء الحريه وننحني اجلالا امام تضحياتهم. رفيقة شيلان تعرفت على حركة الحرية في مقتبل عمرها والتقت مع القائد في لبنان أكثر من مرة، والتحقت بعدها بصفوف الجريلا، وعند تأسيس حزبنا في 2003 هي كانت من المؤسسين الأوائل وحضرت المؤتمر الأول للحزب في 2004. وتوجهت رفيقة شيلان ورفاقها الأربعة من الموصل إلى روجافا، وفي طريقهم تم استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية الموجهة من قبل الاستخبارات العراقية والسورية والتركية لقطع الطريق أمامهم وعدم وصولهم إلى روجافا حزب. وبشكل رسمي ومنظم واستمرت المؤامرة على حزبنا إلى يومنا الراهن. لذلك باسم إدارة الحزب والأعضاء في تربسبية نستنكر هذه المؤامرة على رفيقة شيلان ورفاقها الأربعة، كما نجدد العهد لهم بسير على خطاهم حتى تحقق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها. ونحيي مقاومة الجيريلا في أفاشين وقنديل وصمود قواتنا العسكرية وشعبنا أمام كافة الهجمات التركية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وإبادة شعبنا الكردي. المجد والخلود شهدائنا، عاش القائد آبو، عاشت مقاومة الجيريلا، عاش صمود شعبنا ومقاومتهم في روجافا. بيجي برخادانا روجافا، بيجي برخادانا روجافا، بيجي برخادانا جيريلا، بيجي برخادانا جيريلا.